أول حاجة تحية طيبة لكل الشعب السوداني في مناسبة هذا الشهر الكريم. نسأل الله تعالى أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى عاجل الشفاء. إحنا الآن بنقول للشعب السوداني وبنطمنهم إنه إحنا الآن سيطرنا على مطار مروي بشكل كامل، والحمد لله أخواننا في القوات المسلحة قادوا رغم إنه واجهونا لكن ما أزيناهم أذى شديد، لأنهم نفتكرهم هم ما عدوا، ونحن عارفين إنهم هم مقادين لتعليمات بعض العملاء وبعض أعضاء الوطن الدارين ينفردوا بالسلطة ومكنفشين في سلطة الشعب. نحن الآن بنناشد كل القوات المسلحة السودانية وكل الشرفاء في القوات المسلحة بأنه ينضموا وينحازوا لهذا العمل الوطني الأصيل الغيور. لذلك نحن ما دارين الناس تنزلك ولا توجيهات البرهان ومحدودين. نحن دارين نشوف سودان زي ما حصل في ثورة ديسمبر، دارين نشوف سودان يتساوى فيه الجميع. داير انا لما اجي من دارفور اجي مروي احس انه انا في بلدي وسط اهلي، ولما نزول من مروي يمشي دارفور يحس انه في وسط اهله وفي بلده. سودان نحن كلنا فيه سواسو، ما في زول احسن من زول. نحن الان شعب سوداني بنقول لكل السودانيين احنا والله ما عندنا هم غيرنهم تعيشوا في امان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.